تستاهل والله يلا انت اولادها يا ولد. لا لا السلام عليكم، كيف حالك اخوي؟ قد انت مرسل الرابط ابو ضايف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يقول عندك يا اخوي. السلام عليكم ورحمه الله. لا لا عنده عنده بكلمه بتكلمه اخوي. عندي مشكله في بطاقه الاحوال المدنيه اخوي. لو سمحت امسك ساعه. امسك ساعه اخوي. انا بكلم الله ياخذها يا منيب. يا منيب خرج فوضي فوضي. وين القوام؟ القوام سمسم تعال باغ تعال. الفطور ما جابه عبد الله؟ ما بعد جابه. وش الفطور؟ بطاقه المدنيه خربانه. بطاقة المدنية رد عند خوي وني ما يدخل خلك انا بطاقة المدنية خربانة الرجال عندها مشكلة في اللي 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 دقيت عليه مرة ذاك الشيء عرفت يعني المربع الذهبي كم الرقم يا ابو اللي عندك؟ 93 اقول لك اي بس عندي مشكلة اي ما يصير كذا انا مكلمه يقول دق عليك ما يصير معاه بدون زحمة بدون خلكم سلام هات من خدمة عملاء وهتعطوني سلام 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 لو سمحت اضبط سلام يا ابو عندي مشكلة في البطاقة المدنية عندنا مشكلة في البطاقة المدنية ما يصير كذا والله يا أخوي نزل هذه وما يصير حنا كلمناك كم مرة وجيناكم عندكم رابط توظيف هو يقول لا 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 ممنوع لو سمحت دقيقة أنتم الواحد إذا ربع صوته معكم ضبطوا شغلاته أنت تقول روح له ولا رد عليه شلون تبي أخدمك أنت هذا أسلوبك أنت كيف تحطوا لك خدمة عملاء أعطني الكيبورد علي تراني عبد الله أعطني الكيبورد أبو علي كيف تحطوا لك خدمة عملاء في الكيبورد على جنبك عندنا معاملة تقول كلام سمح كلام سمح لو سمحت أسلوبك طيب أعطني إجابتك أنت في دائرة طال عمرك محترمة طيب دائرة محترمة أنت الواحد يبغى يرفع صوتك ولا يصوركم تمشون مضبوط من هو؟ أنت من طرف من؟ أنا جايك ما في أنا جاي رابط وجاي لا ما أنت من طرف أحد عثمان أنت من طرف من؟ من طرف فلان لا فلان إيش عندك؟ اللي كذا دعوة واسطة والله موضوعي لا 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 أنا اللي ما معه واسطة يعني اللي ما معه واسطة في هذه الحاجة يروح يتوكل الله أحقية رجال مع شهادات ومع كفاءات ومع خبرات أنا راهن عليك شهادتك ورشادات الله يستر عليك أنا جايك من طرف جضعان رح جضعان معرفة رح المدير وكلم ما ينفع كذا إيه وش حاله وأخباره طيب والله بجلك يا هذا شلونك شلونك الحين تسلم وترد عليه أنا الآن عندك ساعة ما ردت عليك يا أخوي تفضل أنت جاي من طرف مين؟ يا أخوي أنت من طرف أنت جضعان جضعان في علمه؟ جضعان يقول خلص معاملة ابن أخي خلص خلص أرسل لي واتساب وخلص اليوم يلا ما ينفع محمل الواتساب تعرف حد؟ ما معه دقيقة تفضل الله يستر عليك السلام عليكم كيف حال محمد؟ سجل رقمي؟ طيب انا عند الرجال. اي زيرو كلها خمسة. اي بدك زين. اوه خلاص يلا روح سلمي على جطعان بالله ها؟ سمي. اخوي علي وين الفطور؟ جواك يتصل جواك. يا ولد اللي ما ادري جواك يدق. اخوي ابو محمد جواك. معاملات من صباح معاملات ما عاد الناس ذولا ما عاد يمشي. ارحب يا ابو فلان. والله يا اخوي. حياك الله. تفضل يا اخوي خليه يكلمني. خليه يكلمني. اي مرحبا ومسي يلا انا مداوم. سمي اخوي. يلا يلا. من هو؟ تمام خلاص اصبر ولد عمك خلاص اسمع توكل على الله يلا توكل على الله يا اي اللي لابس كركم ما تستاهل توكل على الله بس توكل على الله يلا اي يلا موجود موجود لا 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 والله بس لا مرخصه مرخصه لا انت حياك الله يا مرحبا كيف حالك ايش حالك الله يسلمك طيب وين اوراقك هذه خلاص شوف على خشم على خشم مباشرة كلمني واحد من الربع يبغى اخلص معاملته هذا التوقيع مشان من عندي طال عمرك الحين ودها طال عمرك للمدير التنفيذي وعاد هم بيحددون متى المقابلة ومتى بيجلسوا معك ان شاء الله حياك الله السلام عليكم عند من؟ مطر ولا لا لا عند من؟ عند ابو من طرف من يا ابو؟ من طرف الرجال كلم الرجال الو عبد الله تفضل اللي جاك ترى ولد عمك كلمني وترى جلي لحلا عقد الامور عقد الامور طيب من هم النهذا عقد الامور يا رجال هذا شو اسمه يعني اسمه فيصل قال اسمه فيصل توقيعك ذا ما يمشي صح لا مو عقده عقده خليه يمل خليه يمل انا ما داني ولد عمه يا رجال ما قط في استراحه يعطيني ورقه من الاحوال ورقه من شو اسمه صرفه صرفه تمام يلا اخوي ورايح هناك صح نبغى ورقه من الحوار سلام حياك الله لازم ورقتين هلا الموظف اللي وقع لك عنده قصاص انا عندي قصاص لازم ورقتين عندي معامله والله عندي معامله تخلص الحين تعال ان شاء الله بكره حتى ما اقدر انتظر الى بكره لو سمحت تعالي وقت ثاني ان شاء الله بكره